بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الإعدادي، اليوم لنا لقاء جديد مع درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو نص اللغة العربية تنعى حظها. بداية نأكد أن النص المفروض أنه حفظ، تمام؟ مكرر عليا، لازم أحفظ أبياته وربما أسأل فيها. شاعرنا هو الشاعر المصري المعاصر حافظ إبراهيم. ولد حافظ إبراهيم في صعيد مصر عام 1872، أما وفاته فكانت في 1932. حافظ إبراهيم له العديد من الأعمال، وربما جمعت قصائده في ديوان واحد سمي باسم ديوان حافظ. للعلم كان منافسا لشوقي على لقب أمير الشعراء، وإن كان نجح شوقي في الفوز بهذا اللقب، ولكن حافظ نال العديد من الألقاب، ومنها شاعر النيل، شاعر الشعبي، شاعر الفقراء، شاعر النيل، شاعر الشعب، شاعر الفقراء. اليوم يريد حافظ أن يحكي لنا حكاية، حكاية أم أهملها أبناؤها وتخلوا عنها واستغنوا عنها بأم أخرى حتى فاض بها الأمر، فجاءت اليوم تشتكي، تشتكي وتنعى حظها وسوء معاملة أهلها لها. تلك الأم هي اللغة الإيه؟ العربية. فهيا بنا نستمع إلى النص ونتعرف إيه عليه. جعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي. أرى كل يوم بالجرائد مزلقا، من القبر يدنيني بغير أناتي. إلى معشر الكتاب والجمع حافل، بسطت رجائي بعد بسط شكاتي. فإما حياة تبعث الميت في البلا وتنبت في تلك الرموس رفاتي، وإما ممات لا قيامة بعده، ممات لعمري لم يقص بمماتي. وهكذا نرى لغتنا تنعى حظها في حسرة وألم وإهمال أهلها لها، فإذا بها تبدأ وتقول: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي. هل تتخيل؟ أصحابك أهملوك، بعدوا عنك، حتى إنك وصلت لدرجة إنك تشك إن العيب في نفسك مش فيهم. هذا حال لغتنا العربية التي يأست وحزنت لإهمالنا له. فهيا بنا معا نتعرف على النص ونعلم ما به من مفردات جديدة، وما المقصود منه، وما سنتعلم منه من ألوان بيانية أو من جماليات. رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني، ركز كويس أوي في الشباب، وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي. رجعت لنفسي أي عدت إليها، عدت إليها لأنها شكت ربما يكون الضعف فيها، فتأملت تبحث عن مواطن ضعفها. فاتهمت حصاتي أي شككت وظننت، أنا رجعت لنفسي أحاول أفهم إيه المشكلة. فاتهمت حصاتي، اتهمت بمعنى شككت وظننت. أما الحصاة فهي العقل والرأي الراجح، جمع حصاة حصى وحصي، حصى وحصي. ثم نادت قومها، فناديت دعوت قومي فلم يستجيبوا لي. نادت اللغة العربية قومها تستنجد بهم، فإذا بهم لا يستجيبون لها، فإذا بها تصل لأنها احتسبت حياتها، زي ما بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني لما تعمل خير مع حد وحد يرده لك بسوء تحتسب ذلك عند الله عز وجل. هذا ما وصلت إليه اللغة العربية، فاحتسبت حياتها وجعلتها
لوجه الله عز وجل وما جعلته معنا من منافع، أي ادخرتها عند الله فيما يدخر. جمع حياة حيوات، جمع حياة حيوات، تمام. ثم نأتي معا رموني، مين؟ قومها. لما ندت قومها تستنجد بهم، فإذا بهم يرموها يعني يتهموها يقذفوها، تمام. رموني أي قذفوني وسبوني، والمراد هنا اتهموني بعقم. عارف يعني عقم؟ نسمع امرأة أو راجل عاقر أي عاقم لا يستطيع الإنجاب، فهم اتهموا اللغة العربية أنها غير قادرة على تجديد ألفاظ أو مصطلحات تناسب العصر الذي نعيش فيه، والمراد هنا الجدب أو الفقر أو عدم القدرة زي ما احنا بنقول. رغم أنها إيه؟ زي ما سمعنا احنا بنقول في الأول في الشباب، الشباب رمز للقوة، معنى ذلك أن اللغة العربية في قوتها في انتشارها في سيطرتها في قمة عطائها، ورغم ذلك يتهموها بالعجز والتقصير. ثم ليتها تجزع، أجزع بمعنى أخاف وأفزع، والمضاد هنا أطمئن. وليتني أجزع لقولي عداتي، والعداء لهم الأعداء، الأعداء وعكسها طبعا الأصدقاء أو الأحباء أو الموالين كلهم صح، ومفردها عدو. بمناسبة عداتي عندما أكشف عنها في المعجم، ومن الدروس المهمة معنا السنة دي وحابين نذكر تاني، يبقى معنا الصف الثالث الإعدادي حتى الصف الثالث الثانوي، أساسي سؤال أساسي كشف المعجم. فمادتها عدوى، عين دال واو، عين دال واو، عشان في ناس بتقرأ مادة ومش فاهم يعني مادة الحروف الأصلية. طبعا هيعيد علينا الشرح اللي احنا قلناه من شوية، شاعرنا بيتحدث على لسان اللغة العربية فتقول أنها تأملت في نفسها، تحاول أن تبحث عن أسباب انهيارها وضعفها، ربما يكون السبب فيها أو السبب في أبنائها، لكنها في النهاية حاولت تستنجد فلم ينجدها أحد ولم يستجب لها أحد، فاحتسبت حياتها عند الله. ثم تعجبت عندما اتهمها أعداؤها وأبناؤها بما اتهموها، بأنها عاجزة لا تستطيع أن تواكب العصر الذي نحن فيه، لا تستطيع أن تولد ألفاظ جديدة، تمام. فاتهمت بالعجز وعدم القدرة على مواكبة العصر، على الرغم أنها في قمة انتشارها وعطائها، وزي ما شفنا قبل كده في درس لغة خالدة بشهادة رئيس المجلس الثقافي البريطاني بلندن، تمام، إنها من أكثر اللغات حظا على أن تصير لغة عالمية بمعنى الكلمة، تمام. يعني يا جماعة احنا بيتحدث باللغة العربية مليار وربع مليار، وليس من سكان الوطن العربي وحدهم، لازم نربط الدروس ببعضها ونخلينا مع بعض شوية وننتقل لسؤال محتاج أسأل كده وأشوف الناس هتقدر ترد علينا، ما الاتهام الذي وجهه للغة العربية؟ ها نستنى ونسمع كده. برافو، مين اللي بيتكلم؟ تمام، سامع حد بيقول لي تهمت بالعجز والعقم وعدم القدرة على مواكبة العصر مع أنها في قمة العطاء. إيه رأيكم في الكلام ده؟ خليك وقعد مع نفسك كده، هل فعلا اللغة العربية عاجزة؟ اللغة اللي استمرت أكتر من 1400 سنة هي لغة القرآن الكريم، هل هي عاجزة؟ ولو كانت عاجزة في يوم من الأيام، هل كان استأمنها الله عز وجل على قرآنه فنزل بها قرآنه الكريم الذي تعهد الله بحفظه على مر السنين؟ فكر ودور على إجابة بنفسك، هل اهتمت اللغة العربية بهذا الاتهام؟ أكيد لا، علل لما تقول لأنها واثقة في نفسها، تمام، هي لم تهتم بهذا الاتهام، والدليل على ذلك قولها لم أجزع لقول عداتي أو عداتي. ما المقصود بالعقم في الأبيات؟ هل هي أن فعلا ما بتخلفش؟ يا عم دي لغة، يا عم حاجة غير عاقلة. المقصود بالعقم هنا زي ما قلنا قبل كده عدم القدرة على توليد ألفاظ جديدة، عدم القدرة على التعبير عما يحدث في العصر الحديث من اختراعات من غيره، ماشي تمام كده. هنكمل مع بعض برضو قبل ما ننتقل لنقطة الجماليات، حابين ننبه تاني، حابين ننبه تاني في تلخيص سريع، اللغة العربية تعود لنفسها، تحاول أن تتأمل وتبحث عن أسباب ضعفها، تستنجد بقومها فلم يستجيبوا إليها، اتهموها بالعقم فلم تعجبوا لذلك ولم تجزع ولم تضطرب واثقة من نفسها، تمام، فهي اللغة الباقية على أكثر من 1400 عام. نأتي للجماليات، والجزء الأول رجعت لنفسي، هي اللغة بترجع يا ابني؟ أيوة، برافو عليك. صور اللغة بإنسان يراجع نفسه، يبحث عن مواطن ضعفه، يبحث عن أسباب إهماله،
تمام؟ فيها مشكلة دي كده؟ فاتهمته إيه؟ حصادي. هي اللغة بتتهم؟ طب هو الحصاد هو العقل والفكر أو العقل ورأي يتهم؟ يبقى فينا تصويرين جوه بعض، تصوير للغة بشخص يتهم، وتصوير للرأي والعقل بإنسان يوجه إليه الاتهام. طبعا الصورة بتبين مدى حسرة وألم اللغة العربية ومدى الحالة الذي وصلت إليه نتيجة إهمال أهلها إيه؟ لها. تمام يا شباب؟ أي استفسار؟ نكمل مع بعض. ناديت قومي، ناديت قومي هي اللغة بتنادي. طب هي اللغة ليها أهل يا جماعة؟ خلاص واضحة جدا، تصوير للغة العربية بإنسان بيعمل، الإنسان ده بينادي ويستغيث بقومه. هو أنت لما بتقع مشكلة، احنا واحد فينا، اي واحد فينا اول ما بيعرف مشكله اخ اخ ايه ده، بينادي على اخوه الحقني. تمام ماشي. فهو تصوير جميل للغه العربيه بانسان ينادي قومه في حزن، يطلب منهم الاجابه لكن للاسف لا يستجيبون ايه له. قومي، شوف احنا رغم رد فعلنا السيء الا ان ما زالت اللغه تعتز بنا. طب انا اعرف منين الكلام ده؟ يا المتكلم يا حبيبي، يا المتكلم في كلمة قومي. انت لما تحط يا المتكلم لأي حاجة ده دليل انك بتعتز وتفخر بيها. اقول قومي، اقول اهلي، اقول قلمي، اقول ابي امي، كل ده فخر واعتزاز بمن تنسب اليهم يا المتكلم. حابب افكركم ان يا المتكلم مع الاسماء، مش يا المتكلم بس، اي ضمير يتصل بالاسم مبني في محل جر مضاف اليه. تمام. فاحتسبت حياتي، فاحتسبت حياتي. هي اللغة العربية بتحتسب، اللغة العربية وصلت من الحسرة والألم أنها لجأت إلى الله تحتسب عنده كل ما فعلته من أجل أهلها. فهو تصوير اللغة العربية بإنسان مؤمن يصبر على البلاء ويصبر على الإهمال ويحيي بمدى الحزن والألم الذي وصلت إيه؟ إليه. فاحتسبت حياتي. حاول أفكرك برضو في التاء بتاعت ناديت واحتسبت، دي اسمها تاء ايه يا جماعة؟ الفاعل، تاء الفاعل. ولما تتصل بالفعل الماضي هيبقى فعل ماضي مبني على، ها ها، برافو عليكم، مبني على السكون. ده كلام جميل جدا. نكمل. هنيجي عند جملة فاحتسبت حياتي ورجعت لنفسي، عبارتين. على فكرة السؤال ده مهم، هيجي يقول لك لماذا جمع الشاعر بين فاحتسبت حياتي ورجعت لنفسي؟ عشان يوضح مدى الصراع والألم النفسي اللي بيدور داخل اللغة الايه؟ العربية، بسبب إهمال أهلها ايه؟ ليها، وحزنهم وحزنها على الحال الذي وصلت ايه؟ إليها على يد مين؟ على يد أهلها من الإهمال. أي استفسار؟ أي استفسار؟ تمام تمام. نأتي إلى البيت الثاني. رموني بعقم، رموني يعني اتهموني. ما احنا قلنا من الاول اللغة مش انسان عشان نتهمه، تمام؟ والعقم مش سهم هنرمي بيه. يعني اقدر اقولنا صورت اللغة العربية بامرأة تتهم بعدم القدرة على الانجاب، بانها لا تلد، تمام؟ طيب، والمراد هنا انها غير قادرة على توليد المعالج. طب كلمة عقم نكرة ليه؟ افكرك، لو النكرة دي حاجة بنحبها فبتبقى نكرة للتعظيم. طب لو النكرة دي حاجة مكروهة أو منبوذ منها فبتبقى نكرة للتحقير. طب لو النكرة دي حاجة إحنا نخافها نرهبها، زي كلمة نار، زي كلمة عقم، وهو مرض قد يصيب النساء فيقل من شأنهن، ماشي؟ إيه الموضوع بقى؟ دي نكرة للتهويل، تهويل للاتهام، الاتهام اللي اتهمت بيه اتهام مش سهل، اتهام خطير، فهي نكرة للتهويل. وإن كانت النكرة منها الجيد ومنها السيء فهي نكرة للعموم والشمول، زي كلمة إنسان نكرة للعموم والشمول، تمام؟ أبو بالمناسبة عموم وشمول، مش بسمعها كتير منكم، مش عارف عمول وشمول، معرفش بيقولوها إيه، هي عموم وشمول، تعم تعم تشمل، افهم. في الشباب طبعا الجملة أو الجر والمجرورة مهم جدا، اتهمها هو في عز شبابها، هو في قوتها، في عز انتشارها، فتوحي بمدى قوتها وقدرتها على العطاء. شوف وصلنا لدرجة اللغة بتقول ايه؟ ليتني عقمت. عارف انت لو اتهمتني بصفة فيا ما كنتش احزن، كنتش ازعل، لكن تتهمني بحاجة مش موجودة فيا ده بيأثر فيا جدا. وطبعا كل واحد فيكم لو رجع لأي موقف
واي تهمه اتهم بيها وهو ما عملهاش بيبقى من جواه في حسره والم شديد، مش عارف يدافع عن نفسه، فتقول ليتني عقمته، ليت دي للتمني. يبقى تصويل اللغه العربيه بانسان يحزن، يحزن يحزن من ايه؟ من ظلم الاخرين له، كما انه اسلوب تمن يفيد الايه؟ الحسره والالم الذي تعيشها اللغه، التي تعيشها اللغه العربيه. تمام، ناتي لجزء جديد ان شاء الله، ولكن نستريح قليلا ثم نعود لنكمل ما بدانا من دم النص اللغه العربيه تنعى حظها لشاعرنا حافظ ابراهيم. كنا من قبل وقفنا عند قوله فلم اجزع لقول عداتي، والجمال هنا اللغة العربية لا تجزع. إذا أنا صورت اللغة العربية بإنسان لا يخاف لا يرهب، تمام، عكس أجزع أصبر أو أطمئن، خدوا بالكم. طب جاءت كلمة عداتي مفرد ولا جمع يا جماعة؟ جمع طبعا، يدل على كثرة أعداء اللغة الإيه؟ العربية. لو جينا عند كلمة عقم وعقمته هنجد بينهما ترادف في المعنى وربما تجانس لفظي بيعطي إيقاعا إيه؟ موسيقيا. ونأتي إلى جزء جديد من الأبيات، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي، أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي، أرى كل يوم بالجرائد مزلقا، مزلقا كل يوم، صعب جدا التعبير ده، أرى كل يوم بالجرائد مزلقا، من القبر يدنيني بغير أناتي، من القبر يدنيني بغير أناتي. أنا البحر، اللغة العربية جعلت نفسها بحر في اتساعه في كثرة مفرداته، فالبحر المساحة المائية الواسعة، جمع بحر، بحور وأبحر وبحار، بحور وأبحر وبحار. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، طبعا الأحشاء مفردها حشا، عندنا احنا وعند الأطباء الأحشاء ما بداخل البطن، تمام، لكن احنا مش هنقول ان اللغة بتتكلم عن داخل بطن البحر، وإنما تقصد ما في قاع البحر. في قاع البحر الخير الكثير، اللؤلؤ، المرجان، في قاع البحر الكائنات الحية المختلفة، في قاع البحر عجائب وغرائب، منها ما علمنا ومنها ما لا يعلمه إلا الله. كذلك اللغة العربية، اللغة العربية مليئة، مليئة بالجماليات، مليئة بالألفاظ، مليئة بالأساليب، بالتعبيرات، ولا يفهم ذلك ولا يدركه إلا من يدرسها ويتأملها ويتعمق إيه فيها. علشان كده هتجيلي كلمة الغواص، خدوا بالكم هنرجع لها بس كمان شوية، نكمل مع بعض المعاني. الدر وهو اللؤلؤ، الدر وهو اللؤلؤ، والمراد به هنا المعاني والتراكيب، مفرد در، درة. كامن، كلمة كامن عرفناها بمعنى موجود أو مختفي، والمضاد ظاهر وواضح. جمع كامن كوامن، جمع كامن كوامن، تمام. نكمل مع بعض المعاني، وهي كلمة الغواص، غواص سباح، بس مش أي سباح، السباح الذي يسبح تحت أعماق البحار. علشان كده هلاقي عندي كلمة غواص أجمل من كلمة سباح أو أجمل من كلمة عائم. هتقولي ليه؟ لأن جاء بها الشاعر ليؤكد إذا أردت أن تفهم قيمة اللغة العربية فعليك أن تتعمق وتغوص فيه، فين بقى؟ في أسرارها، في داخلها، فاهما معانيها ومفرداتها، تمام؟ ماشي الكلام. صدفاتي، الصدفة عارفينها غطاء الإيه؟ اللؤلؤ، الغطاء اللي بيبقى جواه اللؤلؤة، مفرد صدفات صدفة وهي غطاء اللؤلؤ، لكن المراد بها هنا برضو المفردات والتراكيب الفريدة، وربما نقول الأساليب التي تحتوي على المفردات. أرى لرجال الغرب، مفروض الأوروبيين، رجال الغرب معروف، الغرب أوروبا، عزا أي قوة وسلطان وسيطرة، والمضاد ضعف وهوان، ومنعة، والمنع القوة والمضاد الضعف. أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، يمنعه حتى يمنعه يعني يحميه يصونه، تمام. وكم عز أقوام بعز لغاتي، أرى أشاهد، أرى أشاهد. عايز أفكرك أن ربما تأتي تنصب مفعولين إن كانت رؤية قلبية، أي ليست بمعنى أبصرت. الجرائد، الصحف والمجلات، مفرد جرائد، جريدة. أما المزلق، الخطأ أو العيب،
عارف المكان الزلق اللي احنا كنا في شتاء قريب، مكان انت تتزحلق فيه، احنا قلنا بقى مزلقا خطأ او عيبا او سوء استخدام، والجمع مزالق. القبر مكان دفن الموتى، والجمع قبور، حفظنا الله واياكم. يدنيني يقربني، يقربني، والمضاد يبعدني. أنات بغير أنات، التأني والتمهل، الأناء التأني والتمهل، والمضاد التسرع. تمام، سمعنا اللغة العربية من قبل تشتكي وتنيا حظها، وهي اليوم تعتز بنفسها رغم كل ذلك، فتقول أنا كالبحر في اتساعه في حجمه، مليء باللؤلؤ والخيرات والعطاء المتجدد الذي لا ينتهي. ومن لا يعلم ذلك فليسأل الباحث الخبير بشؤون اللغة العربية. تذكر أهلها أنها عزة الأقوام وعزة الدول، تلك الدول لم تعتز ولم ترقى مكانتها إلا عندما اعتزت بلغتها. نحن اليوم نعتز باللغة الإنجليزية ونقبل عليها إقبالا غريبا، وذلك ليس منا وإنما من أهلها. عندما اعتزوا بها جعلوها لغة علم ولغة أدب، جعلوها مسيطرة، فرضوها على غيرهم، فأصبحنا نقبل على تعلمها. لعلنا نفيق ونعود إلى لغتنا. تمام، ثم تقول وهي تستنجد بأبنائها، ماشي، لا تتركوني إلى الموت، لا تتركوني إلى الموت. تمام، لأن أخطاءكم وخاصة فئة المثقفين منكم، المثقفين منكم الذين كل يوم يكتبون المقالات والقصص والروايات وهي مليئة بالأخطاء، لا تتركوني لتلك الأخطاء التي في كل يوم تقربني من النهاية. ولكن نحن نطمئنها، لا تقلقي أيتها اللغة، فلن تنتهي ولن تموتي، حفظك الله، حفظك الله عندما جعلك لغة قرآننا الكريم. نأتي لبعض الأسئلة لنرى من استوعب منكم ومن لم يستوعب بعد، نعيد عليه مرة أخرى. اذكر الفرق بين اللغة العربية والبحر، هل هناك فرق؟ البحر مملوء باللؤلؤ، واللغة العربية مملوءة بالألفاظ والتراكيب والمفردات، فكلاهما متشابهان سواء في اتساعهما أو في كثرة خيراتهما التي نعلمها والتي لا نعلمها. ما المراد بالغواص؟ هو الباحث المتعمق المدقق في اللغة الايه؟ العربية، العالم بأسرارها وتراكيبها. طيب ما السبب في شكوى اللغة العربية؟ واضح جدا، إهمال أهلها لها وعدم اهتمامهم بها نطقا وكتابة. خلصناش، عدم التصدي للأخطاء الشائعة اللي بنجدها في الصحف والمجلات في كل يوم دون توقف. تمام، نأتي إلى سؤال جديد للغة العربية، رؤية في رجال الغرب، اشرح ذلك. طبعا اللغة العربية ترى أن رجال الغرب لم يعتزوا ولم تعلو مكانتهم إلا عندما اعتزوا بلغتهم، اعتزوا بها وجعلوها لغتهم الأساسية، فقوتهم تكمن في قوة لغتهم وسيادتها وانتشارها. لماذا صورت اللغة العربية نفسها بالبحر؟ يا سيدي انت عمال تقول لواحد انت عاجز انت ضعيف، خلاص هو فاض بيه، فاض بيه، هو عارف مكانته كويس قوي، في اخر مزيه قال لك لا انا مش كده، انا كالبحر كما انه لا ينفد دماءه ولا ينتهي، فانا خيري لا ينتهي، وكما انه مليء بالكنوز بداخله منها ما علمته وما لم تعلمه، فانا كذلك مليئة بالايه؟ بكل ما هو مبدع، بكل ما هو جديد، وان تأملتني وصلت لذلك ولن تقف على كل ما فيه من جمال. ففي كل يوم نكتشف اسرارا جديدة في اللغة الايه؟ العربية، هي لغتنا فاعتز بها. نأتي لبعض الجماليات، أنا البحر في أحشائه الدر كامل، تشبيه واضح جدا، صور اللغة العربية نفسها في كثرة معانيها أو ثراء معانيها وتراكيبها بالبحر، وده يدل على عظمتها وتجددها، فماء البحر متجدد دائما. تمام، أنهي أجمل ولماذا؟ أقول أنا البحر ولا أنا النهر؟ طبعا البحر، لأن البحر أكبر وأوسع وأكثر خيرا من النهر. أنا طبعا استخدام ضمير أنا في أي مكان زي ما علمناك قبل كده يفيد التجدد، ولا يفيد قصدي الاعتزاز والفخر، يفيد الاعتزاز والفخر، فهو ضمير يأتي دائما، مش أنا بس، أنا أو نحن، ضمير المتكلم بصفة عامة، فخر واعتزاز. البحر قلناها مرة واثنين، اتساع، كبر حجم، كثرة خيرات، ماء متجدد، يبقى هي كمان متجددة في خيراتها. الدر طبعا، اشمعنى الدر؟ الدر رمز للثراء والغنى،
فاللغه العربيه مش بس حاجه يعني حاجه غاليه، لا كمان شكلها جميل جدا، الناس يعني بتحاول انها تحتفظ بالدر لتتحلى وتتجمل به، فهي توحي بالثراء والجمال في نفس الوقت. كامن توحي بضروره البحث والتنقيب، عشان كده تتفق معها كلمه غواص. اللغه العربيه مش تظهر لك كده، مش هقراها هتبان، لازم اتاملها شويه. مواطن الجمال احنا بنطلعها دلوقتي، لو جه واحد غيرنا تامل شويه في الابيات هيطلع جديد، هيطلع حاجات تانية احنا ما قلناهاش، يمكن احنا بنتكلم معاك بحاجه بسيطه تلائم السن بتاعك. تمام، كمل مع بعض. فهل سالوا الغواصه عن صدفاتي؟ اسلوب ايه ده؟ اسلوب استفهام، اسلوب استفهام غرضه ايه؟ اسالوا تعرفوا، معنى كده ان اللغه العربيه بتعتز بنفسها، عشان كده اسالوا عشان تعرفوا انا مكانتي ايه. فهو اسلوب استفهام غرضه الفخر، غرضه الفخر. في نفس الوقت كلمه صدفاتي ده مش معناها الحقيقي، اذا انا بصور معاني وتراكيب اللغه العربيه بالصدف، والصدف سمين يحوي بداخله اغلى الاشياء هو اللؤلؤ. الغواص قلنا من قبل توحي بضروره البحث والتنقيب في معاني وتراكيب اللغه العربيه. ركز معايا كويس في اللي تحته خط، علشان كده هي اجمل من الايه؟ من البحار. لما اجي اسالك ايهما اجمل، فهل سالوا الغواص ام هل سالوا البحار؟ طبعا الغواص، لانها توحي بضروره البحث والتنقيب لمعرفه جمال اللغه العربيه والاعتراف بفضلها. جاءت كلمه صدفات جمع، ايوه طبعا، اللغه العربيه مش اسلوب ولا اسلوبين، اساليب لا حصر لها. اللغة العربية مش لفظ ولا مفرد، مفردات لا تنتهي، وفي كل يوم منها الجديد، منها الجديد. الجمع هنا أفاد الكسرة، تمام. وياء المتكلم، احنا اتفقنا ان ياء المتكلم مع اي شيء فخر واعتزاز، فاللغة العربية تعتز بهذا الامر الذي ينتمي اليها. ارى لرجال الغرب عزا ومنعة، اسلوب قصر طبعا بتقديم ايه؟ شبه الجملة اللي هو للرجال. طب انا ما عدتش بقول اسلوب قصر، ممكن اقول اسلوب مؤكد يا مستر، ما عنديش مشاكل. لو قلت لي اسلوب مؤكد عن طريق تقديم الجر والمجرور زي الفل، اللي هو ايه؟ لرجال. المفروض ارى عزا ومنعة لرجال الغرب، ده الترتيب الصح. طب هو قدم لرجال الغرب ليه؟ قال لك للتخصيص، للتوكيد. في نفس الوقت حد فيكم بيشوف العز قبل كده؟ والنبي لو شفته ابعت لي شويه. العز، تمام، العز هنا تصوير جميل للعز، ماشي، بايه؟ بشيء مادي يمكن رؤيته، شيء مادي يمكن رؤيته. ارى طبعا جاء المضارع، كلنا عارفين اي مضارع يفيد تجدد والاستمرار مع القدره على استحضار الايه؟ الصوره. تقول لي يعني ايه استحضار الصوره؟ اديك مدى زمني تتخيل ايه اللي بيحصل قصادك، ده تحاول تشوف ايه اللي بيحصل، وفي خلال المدى ده الفعل عمال يحصل. طبعا العز والمنعه الاثنين قلنا حالا قوه، بينهما ترادف بياكد المعنى. وجاءوا نكره ليه؟ في حد فينا ما يحبش العز ولا يحب القوة؟ إذن هي نكرات للتعظيم زي ما قلنا من قبل، نكرات للتعظيم. كم عز أقوام بعز لغاتي، ها مين شاطر يقول لي كم نوعها إيه؟ ها جدع. كم عز أقوام، طالما جه وراها فعل فبقت خبرية وتمييزها محذوف تقديره كم من مرة، الكلام ده اتكلمنا فيه مرة في كم الخبرية وكم الاستفهامية، ركز يا ابني معايا. كم هنا نوعها إيه؟ خبرية تفيد إيه؟ الكثرة، كتير قوي من الاقوام عزوا على شانهم بفضل ايه؟ اعتزازهم بلغتهم. تمام؟ ماشي الكلام؟ وكم عز اقوام بعز لغاتي. رجال واقوام اتفقنا، اي جمع عندي يفيد الكثره، اي جمع عندي يفيد الكثره. طب جم نكره ليه؟ جم نكره للعموم والشمول. اذا هم جمعان للكثره ونكرتان للعموم والشمول. تمام؟ كم عز اقوام بعز لغاتي. تمام. أرى كل يوم بالجرائد مزلقا، أنت بتشوف الأخطاء، بتشوف المزالق. طيب هنا اللغة العربية ما بتشوفش، يبقى أنا صورت اللغة العربية بإنسان يرى. تمام، وجاءت كلمة كل تفيد العموم والشمول، ولو جينا قلنا التعبير يدل على كثرة الأخطاء المنتشرة في الصحف والتي تخرج على قواعد اللغة الإيه؟ العربية. طبعا سمعتوني بقول حالا تصويرات مش مكتوب، ما هو ده أنا بتكلم عليه يا جماعة. إحنا لو تأملنا شوية هنطلع بدل موطن الجمال 1000، بس احنا برضو بنكتفي بالمناسب للسن اللي بنتعامل معاه. وجاءت ارى مرة اخرى مضارع للتجدد والايه؟ والاستمرار. تمام؟ طبعا قلنا كل هنا تفيد العموم والشمول، ويوم كمان نكرة تفيد العموم والايه؟ والشمول. وجاءت كمان تدل على الاستمرارية، خد بالك، استمرارية كل يوم دون توقف. المزلق نكرة هنا برضو للعموم والشمول ايا كان الخطأ. تمام؟ ارى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير اناتي، يا خرابي على التعبير.
من القبر يدنيني بغير أناتي. شايف الأخطاء وكأنها أمراض. هنا تصوير الأخطاء بأمراض وتصوير اللغة العربية بإنسان. تصيبه تلك الأمراض فتجعله يقترب من نهايته. وكأن تلك الأخطاء أمراضا مميتة حفظنا الله وإياكم. طبعا القبر إيحاء بالموت والفناء، وكلمة يدنيني خلاص فعل مضارع في التجدد والاستمرار كما اعتدنا، تمام. وجاءت كلمة الأخطاء هنا جمع تفيد الكثرة، ماشي، بغير أنات. نشوف دون تمهل سريع جدا، ونقف عند الجزء ده يا جماعة مع على وعد أن نلتقي مع شرح الثلاثة أبيات الأخيرة من هذا النص بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود في لقاء ثالث مع نص اللغة العربية تنعى حظها لشاعرنا حافظ إبراهيم، لشاعرنا حافظ إبراهيم، تمام. كنا وقفنا في الأبيات عند البيت السادس، تمام. انتهينا من شرح الخمسة أبيات الأولى. نرجو إن كان هناك سؤال ما أو شيء ما يمكن وضع السؤال في التعليق أو توجيهه إلى المدرس حيث يجيبك عليه بإذن رب العالمين. ونبدأ مع ثلاثة أبيات الأخيرة. إلى معشر الكتاب والجمع حافل، بسطت رجائي بعد بسط شكاتي، فإما حياة تبعث الميت في البلا وتنبت في تلك الرموس رفاتي، وإما ممات لا قيامة بعده، ممات لعمري لم يقص بمماتي. تعبير قاسي جدا. إلى معشر الكتاب والجمع حافل، بسطت رجائي بعد بسط شكاتي. المعشر جماعة الرجال والجمع معاشر، والكلام هنا فإما حياة تبعث الميت في البلا وتنبت في تلك الرموس رفاتي، وإما ممات لا قيامة بعده، ممات لعمري لم يقص بمماتي. تعبير محزن بصراحة. نبدأ مع بعض كما اعتدنا بعض المفردات، وقلنا من الأول حالة معشر وهم جماعة والجمع معاشر. الكتاب من يمتهنون الكتابة، يعني يعملون بالكتابة سواء كانت المقالة أو القصة أو غيره، والمفرد كاتب. والجمع حافل يعني هم كثيرون، كلمة حافل كثير وممتلئ والمضاد قليل، تمام. بسطت رجائي يعني قدمت رجائي وأملي، قدمت ومددت، وعكس بسطت قبضت. والرجاء الأمل والمضاد الايه؟ اليأس. بعد بسط شكاتي، الشكاه الشكوى والمرض الذي تعاني منه اللغة العربية، هي لا تعاني من مرض وإنما تعاني من إهمال أهلها. فإما حياة تبعث الميت في البلا، تبعث تحي، والبعث عارفينه الحياة بعد الايه؟ الموت، والمضاد تميت، والميت تمام؟ أي الميت الذي لا حياة فيه. والبلا الشيء القديم الفاني، الشيء القديم الفاني، ومضاد البقاء والخلود، تمام. تنبت تعيد، تنبت أو تنبت تعيد، تمام. الرموس القبور، والمفرد رمس، المفرد هنا مهم، الرموس القبور والمفرد الرمس. رفاتي الرفاة ما يتبقى من الجسد بعد تحلله، أو ما يتبقى من الإنسان بعد موته، اللي احنا ممكن نقول التراب اللي باقي منه ده الرفات، تمام. ممات أي موت، لا قيامة بعده أي لا حياة من بعده مرة أخرى، هو ممات قاس. لعمري أسلوب قسم بنستخدمه كده كأنك بتحلف، وعمري وحياتي هي قسمي. لم يقص أي لم يقارن ولم يماثل، لم يقص لم يقارن ولم يماثل. أفكرك يقص كان أصلها يقاس، تمام، حذفنا ألف لعدم التقاء ساكنين، لأن يقص فعل مضارع مجزوم بالسكون، حذف حرف العلة لمنع التقاء ساكنين. نكمل مع بعض بعد ما عرفنا الفعل المضارع المجزوم بالسكون بعد لم. أما حذف حرف العلة يا جماعة بنكرر تاني لمنع التقاء حرفين ساكنين، تمام. ونشوف مع بعض نقصد ايه، او الشاعر عايز يقول ايه في الثلاث ابيات الجداد بتاعنا. ما زال شاعرنا بيتحدث ولكن على لسان اللغة الايه؟ العربية كما اعتدنا او كما تعلم. فاذا باللغة العربية تخاطب ابنائها وكتابها، ترجو منهم، ترجو منهم. خدت بالك الرجاء؟ انت متخيل يعني ايه ام تطلب من ابنائها وترجوهم؟ يا جماعة لازم نخلي عندنا دم شوية. ترجوهم ان يهتموا بها
ويرعوها ويظهروا جمالها ومفاتنها وألا يهملوها وأن يتمسكوا بها حديثا ونطقا وكتابة واستخداما، حتى أن اللغة العربية تحذرهم خلاص أنتوا أمام أمرين لا سارس لهما، خد بالك اختيارين منهمش تالت، إما أن تهتم بلغتك فتحييها وتعيد إليها مكانتها وتعلو وترتفع أنت بها، وإما أن تهملها فتضيع لغتك وإن ضاعت فما مصيرك؟ أكيد ضياع حضرتك وضياع تاريخك وضياع عروبتك، وده اللي عايزينه أعدائنا. أهم حاجة أول شيء يهتم بالمستعمر أن يقضي على لغة من يستعمرهم ويحتلهم حتى يستطيع أن يستعمر عقولهم. تمام، نكمل مع بعض يا جماعة ونشوف إذا كان اعتدنا بعض الأسئلة، نشوف الناس فاهمة ولا لا. ما الأمرين اللذين خيرت اللغة العربية أهلها بينهما؟ إما حياة قوية تعيد إليها مكانتها فتحيا كريمة بين قومها وأهلها، وإما أن يتركوها فتموت فلا تعود إلى الحياة مرة أخرى وتنتهي من ألمها. إيه العلاقة بين البيت السابع والبيت الثامن؟ هنبص مع بعض، هي مقابلة تؤكد المعنى. هي إيه تاني؟ مقابلة تؤكد المعنى. ماشي الكلام؟ ما مطلب اللغة العربية من أبنائها وكتابها؟ أو ماذا طلبت اللغة العربية من أبنائها أو كتابها؟ عرفنا أن يتولوها بالرعاية والاهتمام والحفاظ عليها وعلى قواعدها من الضياع حتى تستعيد مكانتها مرة أخرى، أن يتمسكوا بها لغة وكتابة وليس كتابة فقط، تمام، لغة وكتابة وتحدثا. وهنا دعوني أعتذر عما بدر مني من بعض الألفاظ أو كثرة الألفاظ العامية في حديثي، ولكن إن لم أفعل ذلك فلن تستطيع أن تفهموا الأمر جيدا، ولذلك فاعذروني عما بدر مني. ما واجبنا تجاه لغتنا؟ أكيد أن نحافظ عليها وعلى أصولها وثوابتها، أن نعيد إليها مكانتها وأن نستخدم ألفاظها حتى تعود حية مسيطرة على قمة اللغات مرة أخرى كما كانت، واستظل إن شاء الله تحدث بها في كل أمور حياتنا. إلى سؤال جديد، وهو إيه هي أهم عوامل إضعاف اللغة أو ضعف اللغة العربية في عصرنا الحديث؟ أكيد إهمالها والبعد عنها، أكيد استخدام لغة تانية في الحديث بدلا منها، أكيد عدم البحث وفهم تراكيبها، تمام، أكيد كثرة الأخطاء الشائعة في الصحف خاصة من أهل اللغة العربية وغيرها كثير، ولكن تلك بعضها الذي وضح فين في نصنا. تمام، ثم نأتي معا مرة أخرى إلى بعض الجماليات، وأولها إلى معشر الكتاب والجمع حافل. اللغة العربية هنا تصوير اللغة العربية بإنسان يخاطبه، تمام، يخاطب مين؟ أبناءه، وهم كثيرون. إلى معشر الكتاب والجمع حافل، تعبير فيه طبعا رجاء من اللغة العربية لكتابها وعلمائها بالاهتمام بها. لما أقول الجمع حافل كثرة عددهم فهم ليسوا بالقليلين، بل وكثرة من يستخدمون اللغة العربية. بسطت رجائي بعد بسط شكاتي تصوير اللغة العربية بإنسان يرجو من أهله الاهتمام به ويشكو لهم سوء حاله. طبعا أيهما أجمل ولماذا؟ بسطت رجائي بعد بسط شكاتي ولا بسطت شكاتي بعد بسط رجائي؟ طبعا بسطت رجائي بعد بسط شكاتي، لأن ده ترتيب منطقي. الإنسان أولا يتقدم بشكواه ثم يتقدم بطلبه، أنا بشتكي من كذا وعايز كذا، تمام؟ إذن ده الترتيب المنطقي بتاعنا. طيب هنيجي عند جزء جديد، بسطت رجائي وبسطت شكاتي، أنت هنا بتبسط الشكوى وهنا بتبسط الطلب، يعني بتقدم شكوى بتقدم طلب، إذن بينهما مقابلة توضح الإيه؟ المعنى. وكلمة رجائي وشكاتي شايفين بيدوني إيقاع موسيقي، لأن نهايتهم واحدة فاتفاق بيدوني إيقاع موسيقي. فإما حياة تبعث الميت في البلا، إما ديت من على تفصيل، ماشي، يأتي التفصيل بعد إجمال للوضوح، هي عايزة إيه؟ أنا عايزة ده أو ده. حياة تبعث الميت في البلا، طبعا حياة والميت بينهما طباق أو تضاد يوضح الإيه؟ المعنى. وتنبت في تلك الرموس رفاتي، تصوير واضح جدا لرفات اللغة العربية بنبات ينبت من جديد. طب اشمعنى النبات؟
لأن النبات يحيي الأرض، يعيد إليها الحياة، ينبت، يحيا، يأتي بالخيرات والثمار كما تفعل اللغة الإيه؟ العربية. ويأتي الفعل تنبت، فعل مضارع في التجدد واستمرار مع استحضار الصورة. ودائما تأتي اسم الإشارة تلك للبعيد، يأتي دائما وكثيرا لاستحضار الصورة وتعظيم الشيء، استحضار الصورة وتعظيم الشيء. طبعا عندنا ممات وقيامة، زي ما قلنا حياة وممات تضاد، النهاردة كمان بنقول ممات وقيامة تضاد، يبرز المعنى ويوضحه. ممات لعمري لم يقص بمماتي، اسلوب مؤكد عن طريق القسم اللي هو كلمة لعمري، بيدل على مدى يأس اللغة العربية من سوء حالها، وتصوير اللغة العربية بإنسان يقسم. يا جماعة إنسان يقسم، تمام. الآن نترك لكم بعض التدريبات، حاولوا أن تجيبوها وما يقف أمامكم، فنحن في انتظار أسئلتكم، على أن نلقاكم في موعد آخر ولقاء آخر وتوضيح آخر بإذن الله، أفادنا الله وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.